السلام عليكم، يعطيكم العافية. من الأخبار الحلوة وهالمرة من المملكة، من ربعنا وأهلنا بالمملكة وشركة STC جروب، واللي أعلنوا أنهم وصلوا إلى سرعات عالية بال5G. خلينا نشوف الخبر، طبعا الخبر بالإنجليزي. شكرا على دزين الخبر. طبعا نسمع، قلنا سعودية عربية عندنا اللي هو STC. أوكي، طبعا STC اختصار حق شنو؟ حق سعودية تيليكوم كومباني. أوكي، فاللي وصلوا له انه وصلوا انه عدوا ال10 جيج، زين، اللي هي بالموجة اللي هي ام ام ويف تكنولوجي، عدوا ال10 جيج، وهذا يعتبر وايد ممتاز. اوكي، خصوصا قاعد اتكلم عن 5G تكنولوجي. طبعا هم وصلوا حق اللي هي سالفة ال 5.5 على قولتهم، او على الناس ما يسمونه اللي هو 5 بلس او 5.5. اوكي، نفس الشيء الكويت هم بعد اعلنت عن نفس الشيء، نفس الاس سي سي الشركه نفسها قالت هذه شغله كانت تعتبر شغله ممتازه وزينه. according to the company this trial complete exit the advanced، شوف حق advanced 5.5 network technology. طبعا راح تعطي حق داتا احسن وافضل، راح يسوون تكنولوجيا وايد افضل من بعد. مبروك للسعوديه. طبعا هذه كلها تجارب مخبريه للحين، ما صارت عند الناس كلهم. ف ان شاء الله نشوف عن قريب. طبعا حق ناس وايد اللي كانوا يقولون ليش الشركه ما تفتح اللي هو ام ام ويف، ليش ما تصير ام ام ويف تكون شغاله. حجي ام ام ويف تحتاج شغل وايد، للحين 5G ما قطت دول وايد، للحين دول وايد ما قطت لها ال 5G. بالاضافه ان انت عندك ال 5G مو منتشر وايد بالسعوديه نفسها، بالكويت نفسها ما في عندك وايد 5G. فتخيل انت يعني تقول لي تبي شو اسمه ام ام ويف، ام ام ويف راح تعتبر وايد موجة صغيرة، تحتاج الى وايد دعم، وايد ابراج تكون موجودة عشان تدعم السرعة هذه. طبعا ام ام ويف راح نتوقع تكون موجودة اكثر شيء صوب البيوت، اذا بقينا بالكويت راح تكون صوب البيوت اللي يم الفروع، يم الفرع او يم البرج. البيت اللي يكون يم الفرع او يم البرج راح يكون عنده اللي هو ام ام ويف. البيوت اللي دار مدارهم يحوشهم طشار، ما راح نقول 100%، بس يحوشهم الطشار. الحين صار اي احد بيأجر بيت او بيشتري بيت بيوت الدار مدار الجمعيه والفرح تلاقي تصعد اسعارهم بسبب الشغله هذه. المهم الشغله هذه، الخبر هذا وايد حلو، هذا الشيء الممتاز فيه. طبعا نفس الشيء، نفس الاخبار، تقدرون تتابعونا، تكتبوا عنا باليوتيوب او بجوجل تبحثون، راح تلاقون ان اكثر من شغله قاعد يتكلم عنها. في حال ان الصين وصلت لسرعات وايد عالية، آسيا قاعدة تتطور، قاعدة توصل لأماكن عالية وسرعات عالية، للأسف أوروبا وأمريكا للحين نايمين. أمريكا طبعا وكندا، الدول هذه للحين نايمة، للحين التكنولوجيا هذه ما تستقبلها، والسبب أنه سالفة أنه حطوا حق نفسهم وايد عوائق على أساس أنه لا يشتغلوا مع هواوي، وهذا السبب اللي أخرهم شوي. مبروك لنا وهارد لك لهم، واللي يصير شو اسمه، واللي على قولتهم اللي يدش بالتكنولوجيا اكثر هو اللي راح يصير في الخط البدائي، الخط الاول للتكنولوجيا، وهو اللي راح يقعد يستلم زمام الامور وزمام التكنولوجيا. والسعوديه احد الدول الرائده بالشغله هذه. مبروك لهم والفال لنا، وان شاء الله نشوفها نفس ما قلنا السنه الجايه بشكل وايد كبير كذا مكان بالدوله ان شاء الله. يعطيكم العافيه.